تبعي طقس العاصمة في الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث يسود طقس غائم جزئي 21 درجة مئوية كحرارة عظمى متوقعة الملموسة 20، الرطوبة عالية 95% والرياح تكون معتدلة السرعة. انتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا كالعادة، جرش 21 ل 12 مع تفرق لبعض الغيوم، إربد طقس غائم جزء 22 ل 13، المفرق 23 ل 12، أما عجلون 19 ل 11. المنطقة الوسطى زرقاء 24 ل 12، عمان 21 ل 12، البلقاء 23 ل 12، عفوا 23 ل 13، مأدبة 22 ل 10، أما البحر الميت 29 ل 19. المنطقة الجنوبية الكرك 18 إلى 10، الطفيلة 20 إلى 10، الشوبك 18 إلى 10، معان 23 إلى 11، العقبة 31 إلى 18. بالنسبة للمنطقة الشرقية الأزرق 27 إلى 14، صفاوي 26 إلى 12، أما رويشة 29 إلى 13. كان هذا كل ما لدي للحد الآن، إلى اللقاء.